انضم الي عبر الهاتف الناطق باسم قوة حماية غريان معتز جنبر. سيد جنبر ارحب بك معي في هذه النشرة. اهلا وسهلا بك استاذ الكريم. حياك الله، ما الذي استهدفه الطيران المساند لميليشيات الكرامة في جندوبة؟ طيران ميليشيات مجرم الحرب حسن استهدف صباح اليوم أربع شباب من مدينة الغيث يقومون بواجبهم في تأمين ضواحي المدينة. على إثر هذه الغارة استشهد شهيد كما نحسبه بعون الله، وكانت هناك ثلاث إصابات في الشباب. طيب برأيك يعني ما الغرض من هذا الاستهداف؟ يعني هل تحاول ميليشيات الكرامة التمهيد مرة أخرى لاقتحام المدينة، أم هي محاولة لرفع المعنويات؟ وما هي طبيعة التواجد أو تواجد قوات الجيش والقوى المساندة له في منطقة جندوبة حتى يتم استهدافها بالطيران؟ والله بالنسبة للطيران حسب التحليل الصحفي ربما هو يكون عملية إفشال لما يدور بين غرفة العملية كالغضب وبعض عيان ومشايخ مدينة الأصابع تمهيدا ربما لتسليمها أو إن رفضت دخولها في حرب مع قوات الجيش حتى تلك الميليشيات. اما بالنسبه لتواجد قواتنا في الناحيه الجنوبيه لمدينه غريان هو عمليه تامين ضواحي المدينه، دوريات تقوم كانت دوريات استطلاع او دوريات تجوب في التنشيط بالمدينه للعثور على اي شيء ربما يكون من اساس الميليشيات. طيب سيد شمبر، ماذا عن الوضع في الارض؟ هل شهدت محاور جنوب المدينه اي اشتباكات او اي مناوشات؟ منذ يوم الاثنين تقريبا لم تشهد اي عمليات اشتباكات سواء بين قواتنا سواء في ناحيه الجبر الجنوبيه او من ناحيه العربان. يعني قواتنا بعد ان سيطرت على كوبي جنوب وسيطرت على وسط الريح والخشيره لم تقم باي عمليات اشتباكات مع تلك الميليشيات المتمركزه والمتحصنه في العربان او في الاصابع. طيب إلى أين وصلت المفاوضات الآن بين غرفة عمليات بركان الغضب وأعيان مدينة الأصابعة؟ سيد شمبر؟ سيد معتز لو تبقى في مكان فيه تغطية جيدة للهاتف، هل تسمعني الآن؟ نعم. طيب أين وصلت المفاوضات الآن بين غرفة عمليات بركان الغضب و أعيان منطقة الأصابع ومدينة الأصابع إذا كانت لديك أي معلومات؟ والله بالنسبة للمعلومات أن المهلة التي أعطيت لهم كانت 3 أيام انتهت صبيحة يوم الأمس بعد 12 أو بالنسبة للأمس واليوم ما تقوم به غرفة العمليات هو شيء ربما يكون بعيد عن الإعلام تصريح في الإعلام، ولكن بإذن الله إن وجدت أي شيء سنخرج به عبر الإعلام ونصح عنه بعون الله. أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم قوة حماية غريان معتز شمبر، كنت معي عبر الهاتف.